بجد تحيه مره اخرى مع حضراتكم مشاهدينا في اولى فقرات برنامجنا الحواريه. وصحيح والحقيقه هنتكلم في هذه الفقره عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الذهب. كلنا عارفين ان التحديات الاقتصاديه العالميه اللي بيمر بها العالم حاليا والارتفاع الكبير في اسعار الذهب عالميا كان له تاثير على ارتفاع اسعار الذهب داخل مصر. ولكن في تعاملنا احنا تحديدا كمصريين مع الذهب بيبقى بشيء مغلوط شويه. بمعنى ايه؟ للاسف اكتر الجوازات بتتفشكل عشان خاطر موضوع الذهب ده. تبقى مثلا واحد رايح يتقدم لواحده، اول حاجه وهما بيتكلموا عن اي حاجه انت هتجيب لها ذهب بكام؟ اه طبعا الذهب قيمته مهمه جدا ومن المعادن النفيسه واللي احنا ممكن يعني نقدر نستفاد منها الاستفاده المستوى، لكن نصيحه مهمه جدا لكل الاسر المصريه ان ما يبقاش موضوع الذهب ده يعني شرط اساسي عشان خاطر موضوع الجوازه التم. كلنا عارفين اسعار الذهب. طيب مع الارتفاع المتزايد في اسعار الذهب ده كان لابد ان يكون هناك حلول، وحلول جذريه وسريعه في نفس الوقت. فالحكومه اتخذت القرار وانها قدرت انها تتعاون مع الشركات العالميه وتطرح نوع جديد جدا او عيار جديد من الذهب، هو عيار 14. العيار ده هو جديد بالنسبه لمصر، ولكن العيار ده موجود منذ يعني فتره كبيره في اوروبا وقاره اسيا وافريقيا والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول بتتعامل مع عيار 14 ده من زمان. عيار 14 لما دخل مصر كان هدفه الاول والاساسي ان يحاول يعالج موضوع الذهب ده، يحاول على استمراريه شراء هذا المعدن النفيس بما يساهم في الاقتصاد القومي المصري بالنفع، كمان يحاول يخفض شويه على موضوع الشباب المقبلين على الزواج موضوع الذهب. طيب هل سينجح عيار 18؟ هل موضوع الذهب ده في مصر هتزال الأزمة قائمة حتى يتم النهضة الاقتصادية بشكل أمثل، حتى نستطيع ان احنا نحقق المعادلة الصعبة في ارتفاع سعر الدولار ونقدر نوفر كل عيارة الذهب بما يلائم المواطن البسيط؟ اعتقد دي أسئلة مطروحة ونحاول نناقشها بشكل كبير جدا، وتحديدا الجدوى من عيار 14 مع ضيفنا اللي مشرفنا في هذه الفقرة الأستاذ مجدي الترماية عضو غرفة صناعة الذهب. أهلا بيك يا فندم وتحية لحضرتك. أستاذ مجدي أهلا بحضرتك معانا، برحب بيك يا فندم. يعني الحقيقة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية ويعني قلة الإقبال دلوقتي على شراء الذهب، الدولة جاهدة يعني حاولت إن هي تنزل عيار 14 كعيار جديد للأسواق المصرية. هو مش عيار جديد على المستوى العالمي، ولكن هنا في مصر يمكن العيار ده الناس مستغرباه شويه، مش عارفين ايه عيار 14، فعايزين حضرتك توضح لكل الساده المشاهدين ايه عيار 14 الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب 14 يعني لسه مش منذ انشاؤه اليوم، ده من انشاؤه منذ فترات كبيره ماشي، وكان هو وعيار 12 وعيار 9 ولم يتقبل عليه المجتمع الشرقي. اولا المجتمع الشرقي بيستخدم في الخليج وفي مصر وفي الدول كلها اللي هو عيار 22 اللي هو ما يعادل 916 في الالف. تمام. ومصر تعتبر من اكبر الدول مستهلكه للذهب بعد الهند على طول. فمع غلو الذهب عالميا ماشي، الذهب عالميا احنا بنرتبط بالسعر العالمي للرؤيه حسب البورصه اليوميه. تمام. فحاليا البورصه العالميه بتساوي 1340 دولار. ال 1340 لما تضربيهم في سعر الدولار الذهب يعمل 340 جنيه. اللي هو انا عيار يا فندم؟ اللي هو عيار 21. تمام. بيعمل 340، النهارده في مصر ب 460 جنيه. ما الفرق هنا بين من 460 ل 330؟ الذهب رسمي وقانون بتصدر كل يوم اطنان الذهب عن طريق مصلحه الدمغه والموازين الرسمي وبيطلع من الجمارك. تمام. لدول الخليج او البورصه، اي بورصه في اي دوله عالميه. هنا الذهب بيطلع كميات اطنان الاطنان كل يوم ماشي. والمفروض ان العائد بتاع البيع دوت يرجع ويخش قنوات شرعيه للبنوك ب 8 جنيه 95 قرش. للاسف الذهب بيطلع وبيتباع بره، والدولارات بتاعته بتتباع للاخوان دون ان دولار واحد يخش مصر. دون ان دولار واحد يخش مصر. فطبعا من هنا فرق سعر الدولار من 8.95 ل 12 جنيه ونص هو اللي بيعمل الفجوه ل 120 جنيه الجرام. فطبعا نرجع لموضوعنا اللي هو ذهب عيار 14. اولا ذهب عيار 14 ايه الفرق بين 21 و 18 و 14 و 9 و 12 و 9؟ تمام. هو الذهب اساسا المفروض اللي هو الذهب الصافي عيار 1000.
999 و4 تسعات 9 من 10 تمام. فبتضاف له كميه نحاس ال21 100 المفروض ان يطلع 875 في الالف. ال18 بيطلع 750 في الالف. ال14 بيعمل 585 في الالف. ال12 بيعمل 500 في الالف. ال9 بيعمل 375 في الالف. تمام. الفرق كل ده ايه؟ ان بيضاف له كميه نحاس زياده. بالنسبه لما نوصل لحد 18 محتفظ بالبريق بتاعه مفيش مشكله في حاجه خالص. تمام. ويفضل في يمكن ال21 اللي هو 875 لا الخليج بتشتغل 916 عشان تدي بريق اكتر. يحتفظ بالبريق بتاعه اكتر. صحيح. ال14 هنا ماشي مع الاملاح الذهب بيقلب لونه. لونه بيغير يعني. لونه بيغير. الاملاح مع تفاعل الاملاح يمكن عاوز اقول لسعادتك حاجه اللي بيقول لك اللي هو الذهب الصيني اللي هو النحاس يعتبر بياخد طبقه اللي هو يعني المفروض ان هو بيجيب امراض وبتاع بياخد طبقه ما بتقلبش اما للاسف الذهب الطبيعي ماشي مع الاملاح بيقلب فهنا الاملاح متفاعله مع الجسم لما يكون الواحد لابسه اه فعلا مع الجسم زي مثلا الفضه بتتفاعل برضه مع الجسم بتسود يعني الاخضر لو انت لابس زبله ولا حاجه تبص تلاقي عامله سواد من تحت منها ده التفاعل هنا جه الساده المسؤولين القائمين على مصلحه الدمغه والموازين اخترعوا قال لك ننزل العيار 14 بحيث ان يوفر حوالي 100 جنيه في الجرام تمام يوفر 100 جنيه في الجرام بحيث ان هو يتماشى مع الكساد اللي هو في السوق سعره المفروض 300 جنيه يا فندم سعره المفروض 300 جنيه تمام عشان يتماشى مع الكساد اللي في السوق للاسف ده قرار خطا من المصلحه ومن السيد الوزير اللي صدق على هذا القرار لان مفيش اقباليه عليه نهائي انا النهارده عاوز احل ازمه سعر الذهب طب ما ازمه سعر الذهب عندك الذهب رخيص الذهب اساسا لو تيجي تحسبه على سعر اليوم سعر الشاشه العالميه يعمل 340 جنيه عيار 21 عيار 21 هنا 460 طب ما سالتوش ليه ما رجعتوش لمصلحه الادارات الرقابيه ما رجعوش ليه لمصلحه الدمغه والموازين ولمصلحه الجمارك وقالوا لهم فين الذهب اللي بتصدر كل يوم؟ اطنان بتطلع كل يوم ماشي بيتحكموا فيها 10 انفار في سوق الذهب من التجار. تجار ذهب يعني مش الدوله اللي بتحكم فيها. لا لا الدوله مالهاش دعوه بالذهب خالص. سعادتك بيتحكموا فيها، الذهب ده بيطلع ماشي ويجيبوا ملفات ماشي نطلب من الادارات الرقابيه ان تطلب من مصلحه الدمغه والموازين ماشي من مواقع الدفاتر ومصلحه الجمارك في مدار سنتين طلع ذهب قد ايه ولو في دولار واحد دخل بالسعر الرسمي للبنك ماشي اما للاسف كل الذهب بيطلع ورغم النهارده احنا مخزوننا كذهب مع خفض قيمه الجنيه مخزوننا الغطاء بتاع الذهب ده ما فيش ذهب في مصر يعني ذهب ما فيش ذهب في مصر ده اصبح الحاجه الوحيده اللي تعتبر يعني طالما ما فيش دولارات يبقى على الاقل في ذهب تمام طيب حضرتك بتقول دلوقتي يا فندم من وجهه نظر حضرتك شايف ان قرار الحكومه في ضخ ذهب عيار 14 في السوق قرار خاطئ تظل يا فندم ان هناك العديد من دول العالم بتستخدم عيار 14 وبيقولوا ان هذا العيار يعني محقق مبيعات كبيره جدا ومحقق مكاسب بشكل كبير واقباليه ويمكن مستخدم في العديد من البازارات والمحلات التجاريه بالزبط. في المناطق الصحية في شرم الشيخ والغردقه وبرضه بيجدوا اقبال من قبل السائحين عليه طب وجهه النظر هنا يا فندم ليه هنا وجهه النظر سعادتك ان النهارده المجتمع الاوروبي يعني النهارده ممكن يشتري مثلا ايه خاتم 2 جرام شبكه ممكن 2 جرام عباره عن خاتم حاجه رفيعه حلق رفيع ماشي اما بالنسبه تعالى بقى ان هنا المجتمع المصري هتشوف الثقافه بتاعتنا ما تسمحش ما تسمحش اولا والنهارده لما تيجي تقول شبكه في الصعيد او في القاهره او بتاع يعني يمكن الدهب في الصعيد بيمشي اكتر من القاهره يعني ايه بتباهوا ان الشبكه مثلا تكون نص كيلو الشبكه كل ما وزنها زاد كل ما يعني وزنها زاد بتبقى قيمه للعروسه ذات نفسها قيمه العروسه هيقدموا لها شبكه قد ايه تمام اما النهارده انا مش بدور على مجتمع اوروبي بيستخدم لي جرام ولا 2 جرام الدولتين اللي بيستخدموا ذهب يعني الهند مصر الخليج تمام ماشي هذه الثلاث دول في اكبر استخدام فالمشروع بالنسبه لمصر بتدبر مفتاح
ده مش هيمشي عشان فشل. الثقافه بتاعتنا الناس اللي هي ما بتفكرش في عيار غير 21 بتشتري كميات كبيره جدا 21. طب ممكن يا فندم لما الناس دي تلاقي ان في ارتفاع في اسعار الذهب دلوقتي عيار 21 زي ما حضرتك بتقول بيوصل 460 بشكل كبير جدا. نعم. وكمان غير المصنعيه مثلا بالمصنعيه وصل 500 جنيه. صح كده. طب ما ممكن يلجأوا لعيار 14 كبديل او ملاذ مهم للفرار من الاسعار الغاليه. هو بص سعادتك احنا بنقول اوريدي كان ال 14 وال 12 وال 9 كانوا موجودين وللاسف اتلغى كل الكلام دوت. النهارده بنيجي النهارده حوالي شركتين كبار برضه دون ذكر اسمها هم اللي بيحاولوا يروجوا عيار 14 اللي هم بيصدروا اساسا. الشركتين دول موجودين في مصر بيصدروا الشغل دوت معمول لبره لاوروبا مش معمول لمصر. اما كمجتمع مصر ماشي مش مرغوب نهائي. يعني عندهم يفضلوا النحاس اللي هو الصيني افضل من الذهب ال 14. ده بالنسبه لموضوع ال 14. فاحنا بنناشد الساده المسؤولين الادارات الرقابيه بالرجوع لمصلحه الدمغه والموازين من خلالها ومصلحه الجمارك بالذهب الذي يطلع من خلال 10 تجار معروفين بالاسم ولا داعي لذكر اساميهم معروفين متحكمين في سعر الذهب. وسعر الذهب ده بيطلع بره وتتباع للاخوان. دي حاجه. اما بيكون الذهب بره رخيص وهنا غالي برضه هم اللي بيلموا الدولارات في السوق كلها. يعني قبل سعر الارتفاع دوت كان هم السبب في سبب تدرج ارتفاع لان هم كانوا بيلموا الدولارات ماشي ويستوردوا بيها الذهب. فهم حسب السعر بره عالي يصدروا رخيص يصدروا. احنا لما كان الذهب بنستورده كان فايده للبلد يعني خير داخل البلد. اما النهارده بنصدره وايه اللي داخل بداله؟ مفيش. الدولار بيطلع بيتباع ب 12 جنيه ولو 12 جنيه دولار ونص هنا بيتباع بره ب 13 جنيه و 14 جنيه. الشركات يا فندم دي يعني اللي بتصدر يعني مش بتشتريه من الدوله؟ مش من مناجم من الدوله ولا بتجيبه منين يا فندم بعد اذن حضرتك؟ لا مش من الدوله. ما هو الذهب دوت اساسا احنا بنتعامل معاه على اساس بره في كل دوله في حاجه اسمها بنك ذهب. تمام. مصر ما فيهاش موضوع وده برضه كنا تقدمنا بطلب بانشاء بنك ذهب انك تخش تتعامل بالبنك في على سبيل السبائك مش المشغولات. بتخش عاوز تشتري 2 كيلو تبيع 2 كيلو ده من خلال الايه؟ لا انا اقصد يا فندم التجار اللي حضرتك بتقول عليهم ان هم بيبيعوا اطنان من الذهب بيجيب منين الاطنان من الذهب؟ بيلموهم على مستوى الجمهوريه. يعني مثلا لو صين النهارده ب 460 يعني مش خام قصد حضرتك ذهب يعني زي لا ذهب كسر وبيسيحوه وتصدر سبائك. تمام. مش مشغولات. دي نقطه المفروض اللي احنا نقف عندها ونشوف الدولارات دي ازاي. يعني ازاي النهارده انت النهارده بتقول لي المنتج المصري النهارده والحكايه والسبائك عشان اوفر دولار البلد. اما النهارده طلع ذهب ومفيش بديل داخل دي الا كل خراب. هيأثر طبعا على العمله سعرها بشكل هيأثر على العمله مش يعني تلقائيا بطبيعه الامر. يعني انا حضرتك استاذ مجدي شايف ان مش حل الازمه ان احنا نطرح عيار 14 ده لا 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 مش هيلقى الاقبال اللي منتظر. لا 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 ده بالنسبه طب خليني اسال حضرتك برضو عن عيارة الذهب بشكل عام. ليه كل ما عيار الذهب بيزيد كل ما مصنعيته بتقل والعكس؟ لا كل ما الذهب بيزيد كل ما المصنعيه تزيد. ليه؟ الذهب فيه خصيه. يعني مثلا سي مثلا كيلو بيخس مثلا 10 جرام في التصنيع بتاعه. ال 10 جرام لما يكون ب 300 جنيه ماشي ب 3000 جنيه. تمام. اما يكون النهارده ال 10 جرام ب 4600 جنيه ماشي. بس اغلب المتعارف عليه يا فندم عند تجار الذهب زي ما قالت مها كده بتبقى المصنعيه بتزيد مع يعني بتزيد مع ارتفاع الذهب. لا يا فندم ده في ناس مثلا مصنعيه 21 اقل من مصنعيه 18 بياخد مصنعيه اكتر من 18. ده في التشكيل وده معروف يا فندم عند كثير من التجار الذهب. يا بعد اذنك في التشكيل. انا راجل معلش انا بقى لي 40 سنه في هذا المجال. في التشكيله يعني في التشكيل وفي التصنيع. دي كل حاجه وليها حاجه. الغوشه اللي هي مصنعيه السلسله اللي هي مصنعيه ال 18 في مصنعيته عشان بيبقى صلب في التصنيع بتاعه. تمام. بياخد شغل اكتر. المصنعيه القانونيه يا فندم كام المفروض او مين اللي بيحددها؟ لا المصنعيه ده الصانع هو اللي بيحددها. طب يعني المعقوله لان للاسف مثلا مها جت اشترت من المحل ده تلاقي مصنعيه مختلفه، عاصم جه اشترى من محلات تلاقي مصنعيه مختلفه. عايزين برضو نعرف المشاهد اللي هو هيشتري على الذهب برضو عشان التاجر ما يغشهوش. يعني المصنعيه بتكون يعني تقريبا من كام لكام في الميه او قد ايه عشان لما اكون اروح اشتري عارف لما يقول لي مثلا مصنعيه كذا عارف ان دي مصنعيه قليله او غاليه. ال 21 بيتراوح من 20 جنيه
لحد 35 جنيه جرام. ده مصنعيه بما فيهم قيمه الدمغه. تمام. قيمه الدمغه دي اساسا برضه عاوزين نتناقش فيها بعد ما اقول لسعادتك. ال 18 بيتناقش من حوالي 30 جنيه لحد 50 جنيه جرام. على الجرام. في بقى تعالى المستورد اللي ده نسبته صله. المستورد ده بيوصل ل 150 جنيه مصنعيه الجرام. فبيعملوا ايه الساده التجار؟ بيجيبوا الشغل ده على اساس ان هو نص تصنيع من بره. الشغل بيبقى جاي متشطب وكل حاجه، وبترش حاجه اسمها زبريه. زبري اسود. الزبري دوت بيدي الذهب، ان الذهب ده جاي نص تصنيع ويخش قانوني تحت بند نص تصنيع بدون جمارك وبدون اي حاجه خالص. يخش يتحط في المحلول هنا، الذهب المحلول الاسود ده ينزل، والذهب ينزل ب 150 جنيه جرام مصنعيه و 200 جنيه. فهنا فيها كذا منافس. طب ليه المصنع بتحدد على الجرام ما بتحددش ليه على البيعه كلها مثلا يعني؟ لا على الجرام بالتقدير. لا على الجرام، قيمه الجرام. يعني هو حتى التاجر لما بيجي يشتري جمله بيشتري بسعر الجرام، اما بيجي يبيع بيبيع بسعر الجرام. ده بالنسبه لمشكله الدعم. نرجع لمشكله مصلحه الدمغه والموازين. مصلحه الدمغه والموازين دي فيها دمغه في اسكندريه، دمغه في طنطا، دمغه في بني سويف، دمغه في قنا اربعه، دمغه رئيسيه في القاهره. تمام. تجار القاهره بيسيبوا الدمغه اللي ما بتلمش حصيله خالص، وبيروحوا الفرع كل واحد يعمل بطاقه ضريبيه على اسكندريه على بني سويف وبتاع. ليه؟ لان التلاعب جوه مصلحه الدمغه ذات نفسها. تلاعب، ومحدش قادر يعني القائمين على مصلحه الدمغه والموازين مش قادرين يسيطروا على هذا الكلام، ولدرجه عملوا هنا مصلحه جديده في العبور انشأوا. التلاعب يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني عباره عن ايه التلاعب؟ اللي هي الدمغات، عن في الدمغات اللي هي الدمغات المقلده. يقلدوا الدمغات عشان يوفر في الجرام. الكيلو يوفر حوالي 4000 جنيه، وهو اساسا دمغات مقلده كلها. والنهارده المقلد النهارده ماشي بيعملوا الاقلام دي في ايطاليا وفي الحتت ديت لا تفرق بينها وبين المصلحه. يعني الاقلام دي بتتباع على الرصيف في ايطاليا هناك. الدرجات دي اصبح الغش يعني؟ ايه؟ الدرجات دي اصبح الغش؟ مش ممكن اكتشافه يعني بشكل لا لا لا، مصلحه الدمغه لم تكتشف ولم مغمض عينيها عن كل حاجه ولا بتعمل اي حاجه. ده بتسيب تعال شوف حصيله المصلحه ما فيش. طب ما تقفل النهارده الفرع الاربع فرع ديت وشغل فرع القاهره بس. ليه؟ النهارده بتقول النهارده بتعمل معارض، التجار بتقول احنا رايحين نعمل معارض بره. اولا احنا سمعتنا في الدهب عالميا وحشه. ان معروف ان دمغات مقلده وبتاع. بيطلعوا سعادتك يعملوا معارض، ياخدوا اللي هو الدهب متركب بالزركون اللي هو الازاز، ويرجع هو الشغل متركب الماظ من بره. ففي فساد، في فساد في منظومه الدهب ذات نفسها لا تعد ولا تحصى لاقصى حدود. الجهه الرقابيه المفروض تحكم الموضوع ده مين يا فندم؟ وليه ما بيبقاش تفعيل يعني امثل الموضوع؟ ما فيش الا مصلحه الدمغه والموازين، وكل الموجودين فيها اربع مفتشين. اربع مفتشين مش اربع جهات يعني؟ ده لا لا، هي مصلحه اربع اشخاص، هي اربع افراد في مصلحه الدمغه والموازين، والعميد اللي هو رئيس المصلحه، ودون ان يقدر يسيطر على اي شيء. وكل يوم بنقول جاي من التزوير وده وده وده، وما فيش فايده في اي حاجه خالص. ده بالنسبه كل ما هو يتعلق بعيار 14. اما النهارده هو عاوز قرار سريع وحد ان يحد وقف تصدير الذهب نهائي، الا يتعهد اللي بيطلع ذهب يدخله الدرر بتاعه في قنوات شرعيه البنوك. اما النهارده ما طلعش كل يوم 200 كيلو ذهب، وفين الدولارات بتاعتهم اخر النهار؟ سنتين على هذا الكلام دلوقتي يعني تتعدى المليارات، يعني فوق على 2 مليار فرق سعر. والدوله صحيح دون ان صحيح خالص. فالنهارده عشان ناخد قرار وننزل الذهب ده، لو وقف تصدير الذهب الصبح الا بوضع الفلوس اللي هتطلع ترجع في تتباع، هم برضه بيوضعوها. يعني الدولارات بيجيبوها ويوضعوها. ويبتدي بقى ايه يسحبها ايه سنه سنه ويبيعها في السوق السوداء، او يبيعها بره يتخلص منها بره وبتاع. الذهب الصبح ينزل 120 جنيه. ده غبار فيها. استاذ مجدي احنا عايزين برضو نستغل وجود حضرتك معانا ونسمع بقى من حضرتك فكرتك ومشروعك لاستخراج الذهب. لعله يكون وسيله لحل الازمه اللي احنا يعني القائمه واللي موجوده عندنا حاليا. نعم يا فندم. بالنسبه لمشروعي الذهب، بالنسبه
المناجم على مستوى العالم خلصت، مفيش ذهب خالص في افريقيا واستنفذوا اللي فيها كلها. بالنسبه لمصر هنا مفيش الا جبل السكري، جبل السكري الوحيد اللي شغال اللي هو الاستاذ سامي الركحي اللي هو مصري الجنسيه واخد جنسيه سعوديه متزوجه، هو الوحيد. المنجم ده كان بدا من سنه 96 ووقف شويه واشتغل تاني شويه لاجراءات، كان واخد مساحه 3 كيلو في 3 كيلو ما شاء الله. النهارده وصل مساحته ل 164 كيلو مربع ما شاء الله. قيمه الانتاج بتاعه 2 طن في الشهر. كميه كويسه مش وحشه. اه طبعا 2 طن في الشهر ده كلام جميل جدا. تمام. النهارده مصر فيها مش انا اللي بقول، وزاره الثروه المعدنيه اللي هي تابعه لوزاره البترول بتقول ان احنا عندنا 21 مليون طن ذهب في حوالي 112 منجم. ما شاء الله. موجودين. دول بقى يا فندم. 121 مليون طن ذهب دول مش يوازوا كم مليار، يوازوا كم تليون. ماشي؟ احنا عمالين بنقول الدوله ما فيهاش فلوس، بندور على فلوس صندوق النقد ومش واخدين بالنا يعني تفعيل الذهب ده في مصر خالص. يا فندم لو على الكلام ده والتفعيل الامثل اعتقد الجرام يوصل 50 جنيه. ايه ده؟ لو على الكلام ده فعلا والدعم ده يتم استغلاله بعد اذنك، اقل موظف ياخد 3000 دولار في الشهر، اقل موظف في البلد المشروع دوت يخليه ياخد 3000 دولار في البلد ونبقى اغنى دوله على مستوى العالم. ماشي؟ بس المشروع ده عملاق، المشروع ده عملاق، ان طبعا تكلفته يعني تكلفته ماشي ولا ينفع فيه الا القوات المسلحه. يعني جهاز القوات المسلحه ماشي والجيولوجيين اللي هم موجودين عندنا في مصر هنا يتبنوا هذا الموضوع، يتمنوا هذا الموضوع. واحنا من خلال البرنامج بنناشد وبنقول نتمنى يتفاعل هذا المشروع في خلال 3 سنين ماشي يكون مع اول انتاج ذهب، والذهب اساسا متصور في الثروه المعدنيه، المواقع متصوره بالستلايت. يعني الصبح ورحنا تقدمنا للثروه المعدنيه عند برضه الاستاذ عمر تعيمه اللي هو رئيس مجلس الاداره، والروتين لا فوت عليها بكره لازم انزلها في مزايده علنيه. يا عم طب ما ايه المشكله؟ انا معايا شركه اجنبيه مثلا، انا معايا شركه اجنبيه روسيه وعلى تم الاستعداد نتيجه تنفذ المشروع. بس ما تقدرش الشركه الاجنبيه تنفذ ايه بالظبط في المشروع؟ يعني تعمل ايه يا فندم؟ تنقيب يا بيه، تنقب عن الذهب، تنقب هتطلع عن الذهب. تمام. المواقع جاهزه بيه ومتحدده ومتصوره وكل حاجه. الامتيازات اللي هتاخده الدوله والشركه برضه هتاخد الامتياز. ايه الفايده على الطرفين؟ المفروض ان الامتياز بتاخد 33% وزاره الثروه المعدنيه و67% ما بين المستثمر المصري والشركه الاجنبيه. جه بعد القانون الجديد اللي اتفعل في مجلس الشعب بقى 51% للدولة. فاحنا بنقول مش مشكلة 51% للدولة وال 49 ما بين الشركة وما بين المستثمر. مفيش مشاكل يعني. قالوا لا روح خد من خلال شركة جهة معينة. شركة تبع جهة معينة. تمام. عشان هنا الإجراءات مش هتنفع. رحنا للجهة المعينة قال برضه اختبرونا في هذا الكلام وواحد اثنين ثلاثة وقالوا لنا الكلام ده كلام جميل وبتاع بس فوت علينا بكره. نظام الروتين. تباطؤ شويه. تباطؤ، في تباطؤ في القانون. فوت عليهم بكره بقى ولا لسه؟ كل يوم بفوت عليهم. ايه اللي بيحصل؟ مش فاضي، في مقابله لازم مش عارف تقابل مين الاول، لان جهه امنيه كبيره. الجهه الامنيه دي عندها 12,000 كيلو على حدود حلايب وشلاتين. فيهم ذهب؟ ال 12,000 كيلو تحت سيطرة الجهة الأمنية ديت دي لحماية حدود البلد. تمام. طب أنت محتاج إيه يا أستاذ مجدي؟ قلنا لهم إحنا محتاجين مساحة 50 كيلو. محتاجين مساحة 50 كيلو مربع. ماشي؟ مش محتاجين 12,000 كيلو ولا بتاع الكلام ده. قالوا طب الشراكة بدل ما هتبقى على 2 هتبقى على 3. قلنا ماشي مفيش مشكلة. يا رب يكون على 100. بس للأسف الجهة ما فيش امكانيات انها تصرف على المشروع لان المشروع عملاق. يعني الشركه الاجنبيه عشان تيجي ماشي في دراسه جدوى مثلا هتاخد 10% من قيمه المشروع جديه الموضوع ومع ارباح اول ارباح الشركه المفروض ان تاخد فلوسها وتبتدي تتقاسم نسبه الربح بتاعها. فهنا بنناشد السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء
والسيد وزير البترول والسيد وزير الدفاع بان يتفاعلوا مع هذا الموضوع، لان الذهب الاول ما كانش حد بيجري وراه، لان كان الذهب ب 30 جنيه وب 40 جنيه وبتاع الكلام ده. صحيح. الذهب النهارده ما قيمته ارتفعت النهارده بقى اهم من البترول، اهم من الغاز. صحيح. اهم من اي حاجه، ثروه معدنيه. صحيح. لا تقدر، وهي تعتبر اكبر دوله، ويمكن السعوديه برضه فيها كميه ذهب كبيره، بس قافلين عليها معتمدين على السياحه الدينيه دلوقتي لحد ما يبتدوا ينتبهوا لها بعد البترول وبتاع والكلام ده. صحيح. فمن هنا احنا بنناشد السادة المسؤولين بتفعيل بصرف النظر عني او عن غيري او بتاع، بس انا بتكلم النهارده كراجل عندي خبره في مهنتي. زائد ما نسيت جزئيه اقول لسعادتك عليها، الذهب كان الاول ايام العهد السابق جبل السكري كان بيطلع الذهب، ماشي. الذهب كان ده الذهب ده بيطلع يتحلل بره ما بيرجعش تاني. صحيح. ماشي. في دفعتين تقريبا طلعوا ما رجعوش. ده ما فيش حاجه كانت بترجع خالص نهائي، بيطلع كندا وبتاع وسويسرا وبتاع بيرجع ما بيرجعش تاني عشان ختم. النهارده انا بقول النهارده موضوع الحل ده انا كل حاجه عاملها محلي. صحيح. يعني تجيب الشركات هي اللي الشركه النهارده تطلع لي بس الخامه، الخامه بتطلع عباره عن ايه؟ ذهب وحديد وفضه ونحاس والومنيوم وبتاع. تفصل كل حاجه. بنيجي نفصل كل حاجه ونطلع كل قيمه لوحديها. تمام. ده بالنسبه لموضوع الذهب. نرجع لموضوعي انا بقول النهارده انا صافي الربح بتاعي انا اللي يخصني في المشروع اذا ربنا وفقنا ان شاء الله، انا متبرع ب 50% من صافي الربح الشخصي بتاعي لصندوق تحيا مصر. جميل جميل. والنهارده المشروع ده هيستغرق اكتر من 20,000 عامل هيشغلهم، هيلم البطاله كلها، ومشروع قومي وهيلم فلوس جامده للدوله. ان شاء الله باذن الله. استاذ مجدي احنا بنتمنى ان شاء الله ان يكون في اجراءات سريعه ويتم تفعيل هذا المشروع اللي ان شاء الله اكيد اكيد هيساهم بشكل كبير في حل ازمه الذهب وارتفاع اسعار الذهب. بشكر حضرتك جزيلا يا فندم على وجودك معانا. شكرا الاستاذ مجدي تروماي عضو غرفه صناعه الذهب. ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم. في حته بس كنت عاوز نزودها سريعا عشان ان النهارده الدوله هتعرف منين، يعني معلش النهارده هتخاطب مين؟ هتقولوا مين يا اما انا مجنون يا اما انا النهارده بتكلم كلام مظبوط. نعم. هيخاطبوني ازاي؟ يعني احنا كنا بنقول مثلا ان يتقدم بهذا المشروع مؤسسه كذا 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 عنوانها كذا كذا في الحته كذا. اما النهارده عشان الدوله تخاطبني النهارده هتخاطبني فين؟ نتمنى يا رب ان يكون في حد من الساده المسؤولين يا فندم يكونوا شافوا الفقره واهتموا. الحقيقه يمكن هذا الحوار رجعني لمقوله يعني العالم الجليل والدكتور المحترم والخبير الاقتصادي اللي احنا بنقول رحمه الله عليه الدكتور صالح جوده. اعتقد حضراتكم كلكم تعرفين طبعا استاذ الاقتصاد صالح جوده رحمه الله عليه، لما قال ازاي مصر فيها الخيرات وفيها الموارد البشريه وفيها لا. الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى لحبها بيها ولسه عندنا ضعف في الاقتصاد القومي. رحمه الله عليك يا دكتور صلاح. اتمنى رب في المرحله اللي جايه ان يكون هناك تنفيذ فوري وسريع لكافه المشاريع الاقتصاديه اللي تخدم في البلد دي. الاستاذ مجدي قال ان احنا فعلا لو استغلينا الثروه الخاصه بالذهب بس عندنا مرتب الفرد ممكن يصل ل 3000 دولار، يعني حوالي تقريبا 30,000 جنيه مصري. يعني عندنا المقاومات وعندنا كل حاجه، لم ينقصنا فقط هو القرار. القرار ان شاء الله قريب باذن الرحمن، وعندنا امل في الخالق عز وجل ان تكون كل الافكار البناءه اللي هي طريحه الادراج انها تطلع وتشوف النور وتكون محل تنفيذ في اقرب وقت ممكن من الحكومه بتاعتنا. وفي عجاله بعد اذن سعادتك، في عجاله عشان وقت الفقره بعد مش في عجاله دي واحده، عاوزين الرقابات الرقابيه ماشي تحط عينيها على مصلحه الذهب بالنسبه سير الذهب في دوره سير الذهب في تصديره واستيراده والكلام دوت. دور الرقابه طبعا مهم جدا في هذه الاوقات وتحديدا في هذا الموضوع. نتمنى ان يكون في تفعيل دور اكبر للرقابه عشان نقدر نقضي على كافه المخالفات وكل السلبيات اللي بتاثر وبتؤدي الى تراجع في موضوع الذهب عندنا. كل التحيه والتقدير يا رب ان شاء الله المجهودات اللي بتبذل من الناس اللي بتحب البلد دي واللي قلبها ان شاء الله على البلد، وان شاء الله باذن الله قادر البلد ما تخذلش اي حد ونحقق مسيره التقدم والانجاز. بعد الفاصل مشاهدينا ومستمرين مع حضراتكم وتاني فقرات برنامجنا الحواريه. انتظروا. We'll be right back.